شايف الخريطة اللي قصادك دي؟ دي خريطة العراق، بلد من أهم البلاد العربية. عارف ليه أنا بقول إنه بلد مش بس مهم وإنما كمان في غاية الأهمية؟ لأن العراق تقدر تقول عنه كده مراية للعالم الإسلامي. لو البلد ده ازدهر وتقدم، اعرف إن العالم الإسلامي في حالة ممتازة، والعكس صحيح، لو تم تخريب العراق وتدميره فكن على يقين إن العالم الإسلامي في حالة كارثية. التاريخ علمنا كده من أول الفتنة الكبرى لحد العباسيين والمغول والأمريكان وإيران، والوضع الحالي بيأكد النظرية دي. فتعالوا بينا نعرف يا ترى إيه هو تاريخ العراق وسبب تسمية العراق بالاسم ده، وليه يعتبر العراق من أهم البلاد الإسلامية. بس الأول ياريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك أول بأول. في الأول كده وقبل أي حاجة، لازم تعرف إن المنطقة اللي بنقول عنها النهاردة العراق اتعرفت زمان باسم بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين، وده نسبة لنهري دجلة والفرات. أما اسم العراق فهنعرف سببه ومعناه كمان شوية، بس قبل ما نتكلم عن سبب تسمية العراق بالاسم ده، تعال أحكي لك تاريخ العراق قبل الإسلام والدول اللي ظهرت هناك وإزاي بدأت علاقة إيران بالعراق. فعلى الرغم ان في اختلاف كبير بين المؤرخين على انهي حضارة هي الاقدم، الحضارة العراقية ولا الحضارة المصرية، الا ان الكل بيجمع ان الحضارة العراقية كانت عظيمة جدا بلا اي شك، ان لم تكن من اعظم حضارات العالم كله. وكانت اول حضارة نشأت في العراق هي الحضارة السومرية سنة 4000 قبل الميلاد. ومش هتصدق السومريين دول عملوا ايه، فلك ان تتخيل انهم هم اللي اخترعوا العجلة والكتابة ونظام العد الستيني اللي قسموا فيه الساعة لستين دقيقة والدقيقة لستين ثانية، وهم برضو أول من قسم السنة لشهور وأسابيع. وبمرور الزمن بنى العراقيين إمبراطوريات عملاقة الواحدة ورا التانية، زي الإمبراطورية الأكادية اللي سيطرت على أغلب بلاد الرافدين والشام، ومن بعدها الإمبراطورية البابلية الأولى اللي أصدر أشهر ملوكها حمورابي أول قانون في التاريخ. وسنة 1363 قبل الميلاد خرج الأشوريين المعروفين ببراعتهم العسكرية، فحاربوا كل الشعوب القريبة منهم وأسسوا إمبراطورية كبيرة جدا سيطرت على بلاد الرافدين والشام والأناضول، وأصبح العراق قوة عظمى. العالم كله بيعمل للبلد دي ألف حساب، وده غير سلسلة طويلة جدا من الملوك العظماء زي شلمنصر الثالث اللي مش هتصدق سمى نفسه إيه، سمى نفسه ملك كل الشعوب وملك الزوايا الأربع في العالم، ولا سرجون الثاني اللي غزا أرمينيا وكل بلاد الشام وسمى نفسه ملك الكون، وعندك الملك سنحريب والملك أسرحدون اللي هزم الفراعنة واحتل مصر الفرعونية سنة 671 قبل الميلاد، عشان بكده تتكون آخر وأعظم إمبراطورية أشورية أخضعت أغلب الشرق الأوسط وبلغت أقصى اتساع ليها على إيد الملك أشور بنيبال. لكن مئات السنين من الحروب والمعارك استنفدت القوة الجبارة للإمبراطورية الأشورية لحد ما انهارت سنة 612 قبل الميلاد. لكن اوعى تكون فاكر إن الحكاية انتهت عند كده، لا ده احنا لسه بنبتدي. فالعراق هو بلد الملوك والإمبراطوريات، فخد عندك بعد الأشوريين قامت مكانهم الإمبراطورية البابلية الحديثة أو الكلدانية، واللي لا تقل عظمة وقوة عن الإمبراطورية الأشورية، وصلت لعصرها الذهبي على ايد الملك نبوخذنصر الثاني سنة 605 قبل الميلاد. اهو نبوخذنصر الثاني ده كانت اشهر اعماله هي الاسر البابلي الاول والثاني، لما نقل الناس اياهم من الارض المقدسة ونفاهم للعراق. لكن خلفاء نبوخذنصر ما كانوش بنفس كفاءته، فضعفت الحضارة العراقية من بعده، وكان ده بالتزامن مع صعود قوة كبيرة في ايران وهي الامبراطورية الفارسية. هنا بقى القصة بتاعتنا هتاخد شكل تاني خالص، والعراق هيتغير تقريبا للأبد. وخلينا اوضح لك معلومة مهمة وسريعة ناس كتير مش بتاخد بالها منها عن إيران والعراق. فلك أن تتخيل إن مفيش دولة واحدة في التاريخ قامت في إيران إلا وكان هدفها الأساسي احتلال العراق. طبعا هتسألني وتقولي ليه؟ لأن ببساطة السيطرة دي كانت بتوفر لهم موارد ضخمة ومهولة، وبتحول إيران لقوة عظمى في العالم، ودايما كان
سقوط إيران بيبدأ من العراق، زي ما حصل أيام الإسكندر الأكبر والفتوحات الإسلامية اللي هنتكلم عنها كمان شوية. وعشان كده أغلب الإمبراطوريات الإيرانية كانت عواصمها في العراق، زي بابل وطيسفون والمدائن. بس تفتكر أنت بقى إيران حكمت العراق كم سنة؟ 100 200 300؟ لأ، خد عندك الرقم ده، إيران حكمت العراق أكتر من 1000 سنة. تخيل. مرورا بقى بإمبراطوريات إيرانية كتيرة جدا، من أول الإمبراطورية الإخمينية الفارسية سنة 540 قبل الميلاد لحد الإمبراطورية البارثية، وأخيرا الإمبراطورية الساسانية سنة 224. بس عمرك سألت نفسك إيه هو سبب تسمية العراق بالاسم ده؟ ويعني إيه أصلا الكلمة دي؟ شوف، اسم العراق هو اسم مذكر وفي عدة تفسيرات كتير وراء، بس هنتكلم عن أشهرها، زي إنه تعريب لاسم مدينة أوروك السومرية، في حين قال البعض إن الكلمة دي مشتقة من الكلمة الفارسية عراق ومعناها الأراضي المنخفضة. أما في اللغة العربية فكلمة عراق معناها شاطئ البحر أو النهر، وجات التسمية دي نسبة لنهر الفرات وقربه من جزيرة العرب، خاصة وإن المنطقة دي شهدت على مر التاريخ هجرات كتير جدا من العرب واستقرارهم هناك. وبكده انت عرفت تاريخ العراق بالكامل قبل الإسلام وسبب تسميته بالاسم ده. تعال بقى نعرف إزاي أصبح العراق أعظم دولة إسلامية، وإيه دور العراق في ظهور التشيع والفتن اللي ضربت العالم الإسلامي كله لحد النهاردة. شوف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيبشر المسلمين بفتح العراق والشام، ولما تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة أرسل الجيوش الإسلامية لفتح العراق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ونجح المسلمين في هزيمة الفرس لمرة ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما عشرات المرات. وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتمل فتح العراق بعد انتصارات ضخمة، أهمها كانت معركة القادسية سنة 637، وتم تخليص العراقيين من ظلم الفرس، وانطلقت بقى بعدها الجيوش الإسلامية لفتح إيران والقوقاز وأسيا الوسطى. وبأوامر من سيدنا عمر تم بناء مدن إسلامية كبيرة جدا في العراق لسه موجودة لحد النهاردة، زي البصرة والكوفة. وخلينا الفت نظرك وأقولك إن في كل الأحداث الكبيرة والخطيرة في التاريخ الإسلامي كان العراق حاضر وبقوة. فزي ما كان فتح العراق باب خير وبركة على المسلمين، إلا إن برضو من العراق انطلقت أحداث الفتنة الكبرى، الفتنة اللي غيرت تاريخ المسلمين للأبد لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي، واللي بدأت بشوية مشاكل حصلت في العراق، اتطورت بمقتل سيدنا عثمان بن عفان في بيته في المدينة، ومبايعة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة. لكنها ما وقفتش عند كده، لا، دي وصلت لدرجة الحرب بين الصحابة أنفسهم، لحد ما انتهت بمقتل الإمام علي في مدينة النجف العراقية. مش بس كده، ده كمان تنازل ابنه الحسن خامس الخلفاء الراشدين عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان برضو في مدينة عراقية. وبكده اتأسست الدولة الأموية وظهر الحكم الملكي في الإسلام. هنا انت المفروض تسأل وتقولي ايه اللي حصل بعد كده، وايه دور العراق في تاريخ الدولة الأموية، وايه دور العراق في ظهور التشيع. خلينا أقولك إن أغلب التغييرات المهمة اللي حصلت زمن الأمويين حصلت برضو في العراق. فمن العراق قويت شوكة الدولة الأموية بعد مقتل سيدنا علي وتنازل سيدنا الحسن، ومن هناك برضو سقطت الدولة الأموية على إيد العباسيين زي ما هنشوف كمان شوية. وده غير إن في العراق انقسم المسلمين لسنة وشيعة. فسنة 680 ميلاديا بدأت الفتنة الثانية في التاريخ الإسلامي، واللي شهدت أسوأ جريمة في تاريخ المسلمين لحد النهاردة، وهي مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء على ايد الوالي الاموي في العراق. ونتج عن محاولات الانتقام لاستشهاد الحسين ظهور الفكر الشيعي. وكان العراق طوال فترة الامويين مركز للثورات الشيعة وحركات تمرد عنيفة ضد الدولة الاموية. وكان اخر حل وصل له الامويين مع الثورات العراقية اللي مش بتخلص هو تعيين الوالي الشهير الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بظلمه وجبروته. ومن هنا نوصل للمرحلة الاهم والابرز والاكثر عظمة في تاريخ العراق، ف
فيا ترى ايه اللي حصل في الفترة دي، والاهم من ده هو ازاي انتهت اصلا. فسنة 750 ميلاديا وتحديدا شمال العراق دارت بين الامويين والعباسيين معركة نهر الزاب اللي انتهت بسقوط الدولة الاموية وتأسيس الخلافة العباسية. وكان اول حاجة عملها الخلفاء العباسيين هو انهم اختاروا العراق عشان يكون مقر لحكمهم، وهناك بنوا مدينة بغداد ونقلوا ليها الزعامة الدينية للمسلمين، وسرعان ما تحولت بغداد لعاصمة العلم والحضارة في كل أنحاء العالم وأكبر مدن الدنيا. وكان ده على إيد خلفاء ناجحين زي أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون. هنا ممكن حد يرد عليا ويقول لي العباسيين عملوا إيه؟ أسسوا دولة وبنوا مدينة، إيه المشكلة يعني؟ فين العظيم في كده؟ هقولك لأ، ده دي كانت أقل حاجة اتعملت في العراق. فمن مكتبات بغداد ومدارسها انطلق العصر الذهبي الإسلامي في العلوم والثقافة بزعامة علماء مسلمين عبقرة في كل المجالات أبهروا البشرية بعلمهم، زي الخوارزمي والكندي والمتنبي وابن الهيثم وغيرهم الكتير. كل دول كانوا بيهاجروا من كل أنحاء العالم الإسلامي ويروحوا للعراق وبغداد عشان يتعلموا وينشروا العلم. ولك أن تتخيل أن جزء كبير من التراث الإسلامي العلمي والمعرفي تم إنتاجه في العراق، خاصة بعد ما أصبح المسلمين أغنى وأقوى شعب على سطح الأرض. لكن للأسف زي ما كلنا عارفين دوام الحال من المحال، فالخلافة العباسية الكبيرة دي ضعفت واستقلت عنها البلاد الإسلامية، ووصلت لدرجة ان الخلفاء العباسيين نفسهم اصبحوا تابعين للدول التانية زي الدولة البويهية والسلاجقة، لحد ما جت الكارثة الكبرى، الكارثة اللي رجت اركان العالم الإسلامي كله. الكارثة دي حصلت سنة 1258 ميلاديا على ايد هولاكو زعيم المغول اللي انهى الخلافة العباسية وقام بقتل مئات الآلاف من المسلمين واحتل العراق. المغول بقى عملوا كل ما يخطر في بالك في العراق، تدمير وحرق وقتل بصورة بشعة لكل شيء في بغداد، وعلى رأسها المكتبات والمساجد. وكان سقوط بغداد هو نهاية العصر الذهبي للإسلام وصدمة حضارية كبيرة احتاج المسلمين مئات السنين عشان يستوعبوها ويفوقوا منها. وكانت اللحظة دي هي أسوأ وأحلك فترة في تاريخ العراق وبغداد. وبعد حوالي أكتر من 100 سنة لما بدأت بغداد تنتعش من تاني، كانت على معاد مع هجوم جديد برضو من المغول سنة 1393، بس المرة دي غير، المرة دي كانت على ايد مجرم بيدعي الاسلام وهو تيمور لينك اللي احتل العراق ودمر وحرق بغداد وقتل كل سكانها مش مرة واحدة وإنما مرتين. ومش هتصدق لو عرفت إنه بنى أبراج من جماجم المسلمين اللي قتلهم بلغت 120 برج. شفت الإجرام؟ لا، وكان بيقول على نفسه مسلم. المهم بعد تيمور لينك دخل العراق في حالة من الفوضى والصراعات الداخلية استمرت 100 سنة، مجاعات وطاعون وحروب، وتتابع على الحكم دول تركمانية زي الأقيونلو والكاراكيونلو. بس هنا في سؤال بيطرح نفسه، يا ترى ازاي تم انقاذ العراق من الخراب والدمار ده كله، وازاي اصبح العراق جزء من الدولة العثمانية؟ عشان اجاوبك محتاجين نسيب العراق ونروح لايران، وتحديدا سنة 1501 لما ظهرت هناك الدولة الصفوية. الدولة دي قامت على التشيع الاثنى عشري وحولت ايران من بلد سنية لدولة شيعية بالقوة الجبرية، وبما انها دولة شيعية متعصبة فكان لازم انها تسيطر على أضرحة آل البيت والمزارات الشيعية في العراق في النجف وكربلاء. وعشان كده سنة 1509 احتل الصفويين العراق وقاموا بقتل وتعذيب المسلمين السنة هناك وهدموا مسجد الإمام أبو حنيفة. تفتكر انت بقى مين شاف كل ده وحس بالخطر على الإسلام؟ مظبوط، الدولة العثمانية اللي نجحت بقيادة السلطان سليم الأول سنة 1514 في هزيمة الصفويين في معركة جلديران، وكانوا هما كام سنة والسلطان العثماني سليمان القانوني نجح في طرد الصفويين وضم العراق بالكامل للدولة العثمانية سنة 1535. وعلى مدار مئات السنين كان العراق ساحة صراع شرسة بين الصفويين اللي عايزين يحتلوه والعثمانيين اللي بيدافعوا عنه. شوية الصفويين يحتلوا بغداد ويعملوا مذابح في أهلها، وشوية يطردهم العثمانيين منها ويسترجعوها تاني. وكانت آخر مرة زمن السلطان مراد الرابع في 1638، ومن وقتها أصبح العراق جزء
جزء من الدولة العثمانية لحوالي 300 سنة، وتوالى على حكم العراق زمن العثمانيين ولاه كتير جدا واللي اهتموا بالعراق بشكل كبير، حتى ان في عهدهم استعادت بغداد جزء من مكانتها القديمة. وفضل الوضع على الحال ده لحد اشتعال الحرب العالمية الاولى، الحرب اللي مش بس غيرت العراق وانما العالم الاسلامي كله، عشان تبدأ من هنا مرحلة جديدة في تاريخ العراق. ولأن الفترة دي مهمة جدا فهتكون في فيديو لوحدها إن شاء الله، وهو الجزء الثاني من تاريخ العراق. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الجزء الثاني.